ماذا كان يقصد العباس رضي الله عنهما رضي الله عنه بقوله يا أصحاب الشجرة؟ الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يوم عمرة الحديبية، وما هم منعوا الرسول وأصحابه من دخول مكة وأداء العمرة، وأرسل إليهم عثمان رضي الله عنه يتفاوض معهم، أشاعوا أن عثمان قد قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم طالب من أصحابه أن يبايعوه على الموت، فبايعوه تحت الشجرة على الموت، فهذه الشجرة. نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صار الناس يتبركون بهذه الشجرة، لما رآهم عمر يذهبون إليها ويتبركون بها قطعها رضي الله عنه. نعم.